بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مثل يضرب لتكاثر وتراكم المصائب مرة واحدة، حيث يقال تأتي المصائب مرة واحدة تتراكم بعضها فوق بعض. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف والجوع، ربط دائما الخوف والجوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنوا من خوف. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أنك رحت تتدبر هذه الآية لوجدت هذا الترتيب العجيب في هذه البلايا. لنبلونكم أول بشيء من الخوف، فإذا ظهر الخوف واسمه الجوع، إذا ظهر الجوع واسمه نقص الأموال والأنفس والثمرات، فلا يبقى الإنسان إلا الصبر. فتأتي البشرى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو عين الهداية، أن يستبشر ببشرى الله عند الابتلاء بهذه البلايا ومواجهة ذلك بالرضا والصبر. فليس لك إلا الصبر والتقوى. لماذا تقول هذا؟ لأن غزة تعاني من كثير من البلايا الواحدة تلو الأخرى. فبعد أن تم ما يسمى بفصل الساحات وعقد ما يسمى باتفاقية وقف إطلاق النار، فإن غزة إلى جانب هذه المسألة تعاني أيضا ما يسمى بتجار الحرب. الله، فهنالك فئام من الناس لا يخافون الله، لا يراعون ولا يرعون، فيستغلون الظروف القاسية للحصار التي يعاني منها شعب غزة لكي يتم السطو والاستيلاء على هذه المواد والسلع، مستعملين السلاح لكي يفرضوا الثمن الذي يريدون. وهذا من البلاء أيضا، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه حينما أمر الله نبيه أن يقاطعه حينما تخلف هو وصاحبيه في غزوة تبوك، فلما جاءته رسالة من إمبراطور الروم يقول له: لقد وصلنا خبر أن صاحبك قد قلاك، فأنت لست ممن يبقى في أرض بدون سند، فنحن نفتح لك ذراعينا. فلما قرأها بكى، بكى، ثم سجر التنور وأشعلها وقال: يطيل الله أعمارنا حتى يطمع فينا الكفار أن نتخلى عن ديننا؟ سنصبر على الدين، سنصبر. ثم قال: وهذه من البلاء أيضا. ففي غزة هذه من البلاء أيضا، قضية رفع الأثمنة. والله إن الأثمنة ترتفع بشكل مهول. رأيت بعض الصور قبل أن أتحدث عن الموضوع لبعض ما يسمى بالإعانات التي تصل إلى غزة. السكر، ما هو السكر؟ هو رمل يا أخي، معبأ في أكياس فيها كل مكونات السكر. الله أكبر، الله أكبر. إلى جانب ما كنا نشهد من إلقاء تلك المساعدات من السماء، الله أكبر، وفي البحر، الله أكبر. يأتي اليوم بلاء آخر، هو مافيات تسطو على المساعدات وتقوم ببيعها في السوق بأثمان خيالية. لا إله إلا الله. أقرأ عليكم ماذا تقول الجزيرة نت في، يعني أقرأ فقرة فقط أو فقرتين. في مناطق قريبة من سياج الأمن الإسرائيلي، إذن هذا المكان
الذي يشهد هذه العصابات في مناطق قريبة من السياج الأمني الإسرائيلي شرق قطاع غزة ومتاخمة لأماكن توغل قوات الاحتلال، تتحصن عصابات من اللصوص، عصابات من اللصوص تقطع طريق المساعدات الإنسانية وتستولي عليها وتساهم في نشر مجاعة يعاني منها جنوب القطاع، حيث تتركز الكثافة السكانية الأكبر فضلا عن شماله المحاصر الذي يعاني معاناة شديدة تصل إلى المجاعة، تعرض الناس للموت البطيء في عالم فيه ملياران من المسلمين لكنهم غثاء كغثاء السيل. الأمر ليس بيدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتتركز أخطر هذه العصابات في شرق مدينة رفح التي يجتاحها الاحتلال بالكامل في عملية عسكرية كبرى ومستمرة للشهر السابع على التوالي. وأكدت مصادر محلية للجزيرة نت أنها مكونة من عشرات المسلحين، أي يحملون السلاح ويستعملون السلاح في السطو على هذه المؤونات والسلع، وتتحصن في منطقة خطيرة للغاية قريبة لمناطق عمليات جيش الاحتلال. ووصلت تقديرات بعض المصادر التي تحدثت لجزيرة نت إلا أن عدد أفراد العصابات يبلغ حوالي 200 مسلح أقاموا ما يشبه ثكنة عسكرية على بعد نحو كيلومتر واحد من معبر كرم أبو سالم التجاري الخاضع للسيطرة الصوصية والمنفذ الرئيسي لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية. إذن هذا ما ورد عن الجزيرة نت حول هذه العصابات. ذكر المكان هو في الحدود مع رفح في الجنوب، ذكر أنهم أكثر من 200 شخص، ذكر أنها عصابات، ذكر أنها مسلحة، ذكر أنها تسطو على هذه السلع وتأخذها وتغصبها من أصحابها لكي تبيعها بالثمن الذي تريد. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا فهي متواجدة عند الحدود، فأين حراس الحدود من النظام المصري؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أعداء الله من الصوصيين المحتلين الغزاة الظالمين فإنما تنشط هذه العصابات برعايتهم. الله، نعم، برعايتهم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا برعايتهم؟ لأنه يريد خلق واقع ضبابي فوق الأرض، يريد لجهاز الأمن لقضية غزة أن لا يقوم بدوره الطلائع في توفير الأمن وتوزيع هذه السلع بالتساوي على جميع المحتاجين. ثالثا تريد استثماره، استثمار هذه الجمعيات، هذه العصابات، استثمارها في خلخلة النظام وبث الفرقة والريبة في أعين أبناء القطاع في بعضهم البعض. رابعا تريد أن تجعل من عيون استخباراتية، يعني تسمح لهم بالسطو على هذه البضائع وتحميهم لخلق وضع متوتر في الداخل لإشغال السكان بهم، ثم لكي يكونوا عيونا تتجسس على المقاومة فتدلي بمعلومات استخباراتية فشل العالم كله باستعمال كل أجهزة المخابراتية المتقدمة أن يصل إلى معلومات حول الأسرى، فيريد استعمال هؤلاء مقابل السطو ومقابل السرقة والنهب ومقابلة النشل، أن تمد العدو بإخبار عن المقاومة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي إذن عند الحدود. أما الجانب المصري فلا سمع له ولا همس له ولا ركس
في هذه القضية، بل إن إخواننا في غزة يعانون من قضية إخراج فقط الجريح من غزة لكي يشهد مسألة التطبيب والخضوع للعلاج في المستشفيات بتأدية إيتاوات تصل إلى 11,000 دولار كما سمعت. الله لك الله يا غزة، لكم الله يا أهل غزة. ثانيا، هنالك مسألة تفتيش هذه الشاحنات التي تحمل البضائع، ولا تسل بعد ذلك عن الإهانة وعن الأوقات المضيعة إلى الدرجة التي تظل الشاحنة هنالك أيام وشهور حتى تنتهي صلاحية كثير من المواد التموينية. لا إله إلا الله، هنالك عياذا بالله تأخير وصولها إلى أصحابها. ثم إلى جانب كل هذا هنالك هذه العصابات للنهب والسطو، والتي تطلب عمولات كبيرة جدا جدا حتى تسمح لها بالمرور. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرى تقوم بالنهب والسطو وسرقة مساعدات لبيعها في السوق السوداء بأثمان مرتفعة. لا إله إلا الله محمد رسول. وهذا أدى إلى النتائج التالية: أولا، وقوع اشتباكات بين الأمن في غزة بمعاونة يعني وجهاء القبائل والعشائر الذين اجتمعوا حول هذه القضية لمحاربة هؤلاء حتى ولو كانوا من نفس العشيرة، فإن رؤساء العشائر أكدوا أنه أي من هؤلاء ينتمي لأي عشيرة فأهل العشائر كلهم متبرئون منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهنالك أولا مواجهة هؤلاء، والحمد لله أدت هذه المواجهات إلى القضاء على كثير من هؤلاء. ثانيا، هنالك بإذن الله تبارك وتعالى أيضا مكاتب صرافة في غزة تأخذ عمولات تبدأ من 7% إلى 11% إلى 15% إلى 20% من الحوالة للإنسان الغزي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك فإننا بإذن الله تبارك وتعالى نقول: أولا، لا يشك عاقل في أن هذه العصابات المسلحة الإجرامية التي تهدد ساكنة رفح وغزة بأكملها في قوتهم ويحرمون من وصول المساعدات الموجهة إليهم، وإذا وصلت تصل عن طريق هؤلاء وبأثمنة مرتفعة، فإن كل هذا يتحمل مسؤولية الاحتلال. هو الذي يشجعهم، هو الذي يحميهم، هو الذي يفتح لهم الطريق، هو الذي يستغلهم، هو الذي يستثمرهم في زعزعة الأمن، هو الذي يريد منهم أن يزرعوا البلبلة حتى تشكل بيئة تعينهم على أن ينتقلوا من عصابات للسطو إلى أعين للتجسس للأعداء في غزة فوق الأرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا، إن من يقوم بهذا العمل هم
اختاروا لأنفسهم أن ينحازوا للأعداء، بل هم شر من الأعداء، فهم خونة، عملاء، جواسيس، مجرمين، معتدين، ظالمين، مفسدين في الأرض، مفسدين في الأرض. تجب مواجهتهم بشراسة تماما كما يواجه العدو. ولقد قالت المقاومة: كل من يقوم بمثل هذه الأعمال على أرض غزة يعامل معاملة العدو. هذه الثانية. والثالثة: أما آن بعد ذلك لمصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. للأردن، لا حول ولا قوة إلا بالله. لجامعة الدول العربية حسرتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. الاتحاد، العالم الإسلامي، أما آن لهم أن يتحركوا من أجل رفع هذا الحصار على إخواننا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول تعالى في سورة الأنفال: فإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين استجابة المسلمين لصرخات النساء والأطفال على أرض غزة العزة؟ وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.